بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. سألوني مرة ليه ربنا خلق الحشرة، وساعتها فكرت وقلت يمكن لو سألنا الحشرة هتقول وليه ربنا خلق الناس. والحقيقة لو تأملنا الكون هنلاقي إن ربنا خلق لكل شيء آفة تعتدي عليه. خلق القطن وخلق دودة القطن، خلق النبات وخلق الجراد، خلق الثمرة وخلق العفن، خلق الأنف وخلق الزكام، خلق الأسنان وخلق سوس الأسنان، خلق العين وخلق الرمد، خلق المفاصل وخلق الروماتيزم، خلق الحديد وخلق الصدأ، خلق الإنسان وخلق معاه جيش من الأعداء تتحالف عليه، حشرات، نمل، صراصير، خلافس، بق، أمل، ميكروبات، فيروسات، كله بيتحالف عليه. وربنا ما أخفاش الحقيقة دي وقال ولقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال أكثر من كده بشكل مفصل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي حتى الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. تبقى إذن سنة كونية مقصودة. من إمتى السنة الكونية دي؟ ده من مبدأ الإنسان من أول ما جه آدم وربنا أمره بالهبوط. قال له إيه؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يبقى إذن دي سنة كونية من مبدأ النشأة. طب إيه حكمته؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دي أول حكمة، إنها امتحان معادن واختبار الحق والباطل. اللي يذهب جفاء يبقى زبد، واللي يمكث في الأرض يبقى حق. هي امتحان معادن، تمام، زي ما أنت تختبر أنواع الخشب، فالخشب الجيد تعمل منه أساس الأوض النوم الفاخرة، والخشب الرديء تعمله عصاية مكنسة أو عصا مقشة، أو تختبر الحديد، فالحديد الضعيف تعمل منه صفيح، والحديد الصلب تعمل منه موتورات وتعمل توربينات. إذن ده امتحان لمعادن الناس، لأن بعد كده هيتصنفوا في الآخرة ويبقى لهم مراتب ومنازل. واحد يقول لك طب ما هو ربنا عارف، هو ربنا مش عارفنا؟ ما هو ربنا عارفنا، لكن احنا مش عارفين نفسنا. والامتحان المقصود بيه احنا، لان ربنا عارف احنا مش عارفين نفسنا. كل واحد يتهيأ ان هو ملك وان هو مظلوم وغلبان والدنيا تحالفت عليه، يعني والله ليه يا رب تعمل فيا كده، ده انا استحق اني مش عارف. كل واحد في نظر نفسه طيب، كل واحد. فاذا كان لابد من ان ربنا يكشف الناس لأنفسهم. الحكمة الثانية نحسها ونفهمها من الآية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يظهر جبار ربنا يخبطه بجبار زيه. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يظهر قوي ربنا يطلع قوي زيه ويخبطه، يظهر هتلر يطلع ستالين. ودي حكمتها واضحة عشان الجبارين ما ينفردوش بالناس. تصور ان واحد زي هتلر ما لقاش جبار يخبطه وانفرد بالناس، شوف كان هيعمل ايه بكل الهوسة اللي في دماغه
مبدأ القوة والجنس الألماني والدم الأزرق والسيادة بتاع الجنس الآري شغلانة ما كناش هنخلص. كان الشعوب هتعامل شعوب متخلفة واللامية دي هتعامل زي الحشرات. فإذا هنا الحكمة واضحة إن ربنا يدفع الناس بعضهم ببعض ويخبط القوي بقوي والجبار بجبار. اهبطوا بعضكم لبعض عدو. مبدأ التناقض موجود منذ النشأة وربنا أراده وصممه ودبره مسألة مرادة من المبدأ. الحكاية دي القرآن قالها من 1400 سنة، احنا من 200 سنة بس سمعناها في الفلسفة، ابتدى الفلاسفة يتكلموا عنها. هيجل يتكلم عن التناقض في الفكر فيما يسمى بالديالكتيك، ان يقول لك ان الفكرة تسير نقيضها وبين النقيض والفكرة يتعمل تركيب، التركيب يرجع يسير نقيضه وهكذا يتطور الفكر بالتناقضات دي. وجه ماركس عمل نفس المبدأ طبقه على المادة وعمل الديالكتيك المادي او الفكر الجدل المادي، وقال لك ان هذا الجدل له وظيفة خلقية في التاريخ، هو اللي بيخلق التاريخ ويدفع عجلة التاريخ، الصراع بين العبيد والاقطاعي. وبعدين لما يتوجد المجتمع الصناعي بعد كده يطلع صراع بين العمال وبين اصحاب رأس المال، وان من هذا الصراع بعجلة التاريخ بتمشي، وان هو كانت نظريته ان احنا نشعل هذا الصراع، نشعل الصراع الطبقي ونخبط الطبقات ببعض عشان نعجل حركة التاريخ. وهو قال اكتر من كده، عمم المبدأ الجدلي على الكون كله، وقال ان القوانين الجدلية هي اللي بتخلق المادة، تخلق المادة من جوه وتحول الذرة على مدى الزمن الطويل الى مجرة ويطلع شكسبير من مجرد مادة. كل ده القوانين الجدلية في المادة هي اللي عملته. الفرق بين المدخل القرآني والمدخل الفلاسفة هنا فرق كبير قوي. اولا الفلاسفة لما اتكلموا في نقطة التناقضات دي خدوها بشكل جزئي. هيجي يتكلم عن التناقض في الفكر والديالكتيكية في الفكر، وبينما ماركس خدها في المادة فقط واتكلم عن الجدل في التاريخ او التناقضات في التاريخ وفعلها في التاريخ وفي المادة. بينما القرآن اتكلم عن عندي سنة شاملة شاملة، سواء كان فكر او مادة. ثانيا الماركس اتكلم عن القوانين دي باعتبار انها قوانين خالقة بتطور المادة وانها منفردة التصرف في التاريخ وفي الكون وفي المادة، وهي اللي عملت كل التصانيف اللي احنا شايفينها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، ده هذا القانون مخلوق وليس خالق. تفرق كتير جدا. هذا القانون هو القانون الجدلي، قانون مخلوق وربنا بيستخدمه بهدف إقامة توازن بين مختلف القوى، بينما ماركس عاوز يستخدمه بالعكس عشان تغليب قوة على قوة، عشان يخلص على طرف، عاوز يخلص على طبقة. بينما ربنا سبحانه وتعالى هدفه إقامة التوازن بين التناقضات. ماركس أراد أن يدفع القانون ده ويزقه زقه عشان يستخدمه في أن طبقة تغلب طبقة، يخلص واحد يخلص على الثاني، فأشعل الحروب وأشعل الفتن وخبط الطبقات ببعض وأشعل الأحقاد وحول المسألة كلها إلى مسرح من الخراب. بينما ليس في مراد ربنا سبحانه وتعالى ان هو حد يخلص على حد، في مراد ربنا ان الكل يعيش، لكن هي في توازن، ان في توازن محمود. تفرق كتير جدا هنا بين النظرة القرآنية وبين النظرة الفلاسفة وبين استخدام الفلاسفة خاصة كارل ماركس لظاهرة التناقضات. انما طبعا مسألة تلفت النظر جدا ان من 1400 سنة القرآن لفت النظر إلى وجود التناقض في الكون، وأن هذا التناقض سنة كونية مرادة. قلنا أن المسألة دي لها حكمة، وهي امتحان معادن الناس، وثانيا عشان ما ينفردش أحد الجبارين بالناس فيطلع جبار يصفي حسابه معاه فيقدر الضعيف يعيش.
لأن ليس في مراد الله إن القوي خلص على الضعيف. ده بالعكس، احنا بنشوف في خريطة الحياة يعني كائنات غاية في الضعف والرهافة وربنا حفظها برضه، وكائنات ضخمة جبارة وربنا حفظها، والصراع بين الاثنين وربنا سبحانه وتعالى يحفظ نوع من التوازن المحمود بين كل الخلائق بحيث ان مفيش حد يقضي على حد. دي الغلطة اللي ارتكبها الانسان في حربه مع الحشر. الانسان عمل نفس العملة بتاعت كارل ماركس بالظبط، قال لك انا هعلن حرب ابادة، تمام، زي ماركس قال لك انا هخلص على الطبقة البرجوازية. الانسان قال لك انا هعلن حرب ابادة على الحشرات واقضي عليها تمام، والنتيجة انه ما قدرش. ده فوجئ بالحشرات ما انقرضتش مع انه معاه اسلحة رهيبة. اذا بالحشرات تربي مقاومة لكل سم يبتدي يرشها بيه، مع الوقت تربي مقاومة لهذا السم. بالعكس مع الوقت حصل نوع من اختلال التوازن، اول الحشرات ما ماتتش، ابتدت تربي مقاومة، اضطر الانسان يستخدم كميات سم مضاعفة عشان يقدر يتغلب على المقاومة. كل ما المقاومة في الحشرات تزيد يزود جرعة السم، النتيجة انه بقى بيرش بكميات كبيرة قوي، فابتدت الرش ده يخش في كل نسيج النباتات وفي كل الفواكه، وبعدين يلوث المية، وبعدين السمك برضه يتلوث، وفي نفس الوقت البهايم بتاكل النباتات اللي هي مسمومة بالدي دي تي، فابتدى السم يسري لغاية ما وصل للحوم الحيوانات ولحوم السمك، وبعدين زي في آخر إحصائية بيقولوا إن الدي دي تي ظهر في لبن الأم المرضع. الدرجة دي السم فضل يلف لغاية ما وصل للإيد اللي هي بترشه، واصبح انسان بين نارين، يا اما يبطل المبيدات بالكليه والنتيجه انه هيصبح الصبح يلاقي كل الغيطان متاكله على طول، يا اما يفضل يرفع الجرعه اللي بيستخدمها شويه شويه، ومحتمل ان الحشرات تكيف نفسها على السموم وتربي مقاومه مطلقه لكل السموم، وتكون النتيجه الانسان ينهزم وفي ايده سلاحه. ينهزم وفي ايده سلاحه. وبرضه هتكون النتيجه انه يصبح في يوم يلاقي الحشرات حصل لها تكاثر رهيب وكلت جميع المحصولات. وفي الواقع الحشرات دي يعني تصنيفه غريبه جدا من الاحياء. يعني اولا زي ما قلنا في مره ان الحشرات دي مكيفه نفسها على جميع الادواء، جميع الأجواء وعلى جميع البيئات، وتاكل أي شيء وكل شيء ولا شيء. ممكن تفرم الخشب وتعض الحجر وتاكل صدى الحديد، وتخندق في شق وتبات في خرم وتنام للأبد وتغلب الجن في استخفائه، تستحمل أجواء سخنة لدرجة 70 فوق الصفر وبرد لدرجة 40 تحت الصفر. ذبابة واحدة ممكن تفني أمة بحالها بالكوليرا. بعوضة واحدة هزمت الإسكندر الأكبر وقتلته في بابل بالملاريا. وكانت النتيجة بعد موت الإسكندر تفككت الإمبراطورية بين خلفائه، وسنة بعد سنة تغير وجه التاريخ، وده بفضل بعوضة. فإذا المسألة حشرة دي هي مسألة يعني لا للحشرة دي شيء كبير. ثم ثبت ان احنا واحنا عمالين نكتل كل اساليب الحرب بتاعتنا عشان نخش في معركة مع حشرة على اساس ان احنا هنبيد الحشرات، ما قدرناش نبيد اي حاجة. غريبة ان الانسان لما يفكر، طيب يعني ازاي حصل ده؟ يعني انسان بكل العلم بتاعه والتكنولوجيا ومش عارف الوسائل الرش وبرش بالطيارات والعلم والسموم والمعامل والحاجات دي، مش قادر يغلب حشرة. طب والحشرة ازاي تربي في جسمها مقاومة لكل سم؟ هنا بقى تخش هنا الارادة الالهية والحكمة الالهية، ان مفيش حد يخلص على التاني. واضح جدا ان اذا كانت الحشرة بتغلب كل هذه السموم الغريبة فده بفضل الهي
وبإلهام إلهي للخلايا الغريبة اللي جوه الحشرة دي وللغدد اللي فيها إنها تربي مواد مضادة تبطل مفعول السموم. ده هنا عمل إلهي لأن الحشرة ما لهاش معامل تشتغل. إذن فعلا في سنة الله سبحانه وتعالى إن مفيش حد يأكل التاني ويخلص عليه، في مراد الله إن الكل يعيش. إحنا هنشوف دلوقتي في الفيلم عجائب هذه المعركة الغريبة بين الإنسان وبين الحشرة والسموم اللي الإنسان اخترعها عشان يتغلب على الحشرة. ده سفاح الحشرات العظيم فرس النبي مفترس، أكبر حشرة مفترسة، دي النحلة الرقيقة الجميلة صاحبة الأيادي الخيرة، وده الفراش النمل الخنافس الجعران، تشكيلة غريبة زي ما احنا عارفين، فيها القبيح والجميل وفيها السام والنافع وفيها المهلك، اليرقات الغريبة دي يرقة كأنها فرع، ونوع تاني من اليرقات النملة، الدبابة العظيمة دي، الجرادة مهلكة المحاصيل تأكل بشره غريب جدا. الإنسان يستخدم الطيارات عشان يحارب الجراد لنظرة النحلة الرقيقة اللطيفة. في الواقع في بين الحشرات وبين النحل تبادل وظيفي خطير جدا، فإن النحل والحشرات كافة بتاخد من الزهر الرحيق وحبوب اللقاح، وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة خطيرة جدا بالنسبة للزهر وهي التلقيح. فالظهور ذات التلقيح الحشري مش ممكن أبدا تعمل إثمار بدون حشرات، وأغلب الظهور تلقيح حشري. وبدون التلقيح الحشري ما كنش ممكن ابدا نلاقي التفاحه والبرتقاله والبقول وطبق الفول اللي بناكله الصبح. فكان الحشرات لها دور حيوي جدا في الفطار اللي بنفطره الصبح وفي الغداء اللي بنتغداه. هي بشكل بتاخد بايد، بتسلب بايد وتعطي بايد، فضلا على ان نحله العسل معروف ماذا تعطي. الزهور مهيئة تهيئة خاصة بحيث انها تستقبل الحشرة وتجتذب الحشرة بالريحة واللون والعسل اللي فيها. والمية العذبة هي مكان وبيئة تكاثر الحشرات بأنواعها المختلفة، وتلاقي فيها كل أنواع اليرقات. ده دي يرقات البعوض، دي يرقات البعوض. بينما مياه البحر ما هياش مكان مناسب لنمو الحشرات. هي في المياه المالحة ما تلاقيش إلا أقارب الحشرات اللي هم الكابوريا والقشريات، دول يقربوا للفصيلة الحشرية. الواقع المشكلة في الحشرات دي كلها، مين فينا هياكل؟ احنا ولا هم؟ لأن هم بياكلوا نفس الشيء، ياكلوا خضار واحنا بناكل خضار، ياكلوا حبوب واحنا بناكل حبوب، يبقى مين فينا هياكل؟ فهي دي المشكلة، وهي دي سبب الحرب أصلا، خاصة إن الجرادة دي يعني شنيعة في استهلاكها وفي شراهتها الغريبة جدا، إنها ممكن جيوش الجراد بيجي الجرود الجراد بيهجم في جيوش هائلة وفي أعداد رهيبة. هو ربنا سلط بعض الحشرات على بعض زي ما احنا شايفين هنا، فرس النبي بيلتهم جرادة،
لكن في الواقع ده مش كافي، لأن الحشرات أعدادها رهيبة جدا وبتهاجم المحاصيل بأعداد كبيرة وبتخلص عليه. ممكن الجراد، وبعدين حتى بعد ما حصد المحصول احنا شايفين هنا القمح السوس هيقضي عليه، ودي يرقات الخنافس في يومين ثلاثة خلصت على المحصول. كانت الدقيق والردة والصرصار بيشاركنا فنجان اللبن. فإذا القضية أصبحت مين هياكل؟ وبالليل ممكن البق وممكن البعوض وممكن كل الحشرات اللادغة بقى وكل ما يمكن أن تحمل من أمراض وميكروبات اللي احنا شايفينها دي بعوضة حاملة للحمى الصفراء. والبعوضة دي فيها صفة غريبة جدا، انها تحقن مخدر عشان تلدغ والانسان ما يحسش. فاول شيء تدي الانسان مخدر موضعي، وبعدين تبتدي تمص الدم على مزاجها كده اخر سلطنة. شوفوا مطرح اللدغة، احسن حشرة للتجارب الحقيقة هي الجراد، وهو اللي بيستخدم عشان تجربة السموم. واحنا بنستخدم السموم بالرش، السموم بتخش للحشرة من فتحات التنفس اللي بيشاور عليها دي، او من البق او من الجلد. وجلد الحشرة سميك كيتيني، وهو زي الهيكل بالنسبة لجسمنا زي العظم يعني. وعشان كده اذا رشينا محلول مائي للسموم على جلد الحشره ما يبقالوش تاثير. لازم اذا استعملنا الرش على الحشره من الخارج يبقى لازم نستخدم مذيبات دهنيه، يعني نستخدم مذيبات دهنيه للسموم عشان ممكن السم يتسلل من الجلد. ومع كده ياخد وقت، ياخد ساعتين عشان الجراده يبتدي السميه تظهر. بالاكل بقى بيمشي السم في البلعوم، ومن البلعوم للحوصله اللي بتطحن دي، في وبعد الحوصله دي في المع الاوسط، ده المع الاوسط، وبعدين المع الخلفي، واخيرا الشرج. مخ الحشره فوق البلعوم ويطلع منه حبلين، هما اللي يعملوا حبل الشوكي. بعد كده الحبلين دول هيمتدوا بقى بطول الحشره ويعملوا الحبل الشوكي، والسميه كلها بتاع الرش بتكون مفعولها على الجهاز العصبي للحشره. وهنا بنشرح الحشره ونوريكم برضه، ادي البلعوم وادي المع الاوسط وبعدين المع الخلفي وبعدين ده كله، ده الجهاز الهضمي، ده الجهاز الهضمي. ده اللي من تحت ده الرفيع ده الابيض ده الخيط ده هو ده الحبل الشوكي، جاي من المخ وماشي مزدوج بطول الحشر. اهو هنا كبير المخ مكبرين اهو، طالع منه الحبلين دول نازلين، اهو الحبلين واضحين اهم نازلين بطول الحشره. بعد كده هي دي اهو طول وفوق طول، هو ده الحبل الشوكي. والتسمم كله مفعول على الجهاز العصبي. احنا بنستعمل الرش لكن هو خطير، لانه ممكن نرش الاكل والاكل يبقى سام للاطفال. استخدام السموم على الاكل خطر جدا وغلط، انك تستعمل الاكل عشان تجتذب الصراصير ممكن الطفل ياكله فيتسمم. هم بيستعملوا رش النبات نفسه، واحنا هنعمل تجربه هنا على نبات نرشه بالحبر، فهنلاحظ ملحوظه غريبه قوي. نلاحظ ان الحبر ممكن بعد ما ترشه على سطح الورقه، الورقه تمتص الحبر ويمشي في جسم النبات كله. اذا اي رش على النبات ممكن يخش. شوف احنا شايفين ورقه الورد شكلها ايه، شوف السم لما الحبر لما مشي فيها، أو الحبر دخل في ورق الورد ودخل في جسم النبات كله بمجرد رش شوية حبر، رش خارجي. النبات بيمتص من الخارج والحبر مشي
مشي في جميع جسم النبات فأصبح جسم النبات كله سام. يعني إذا الحشرة كانت أي حد من الوردة من الساق من إلى آخره لازم تتسمى، لأن جسم النبات كله بقى سام. وده عشان كده أصبح الرش هو الطريقة المثلى، رش بالطيارات زي ما احنا شايفين هنا. وهنا بيعملوا تجارب بيشوفوا على الفتحات، لازم الفتحات تبقى لها ساعة مخصوصة عشان تدي رش يعني مفيد ومنتج. هنا بيجربوا على فتحات الرشاشات اللي تتركب في الطيارات، لازم تبقى لها ساعة مظبوطة بالظبط عشان تدي الرش الكافي. يعني هنا بيشوفوا قد ايه على المتر المربع بينزل قد ايه كمية سم عشان يبقى بالظبط استخدمه الكمية المظبوطة من غير زيادة ولا نقص. الرشاشات اليدوية احسن واوفر، دي رشاشات يدوية. احيانا بيدوبوا السموم في مواد طيارة زي دي فتترش وبعد كده بتتطاير. لكن هي عيبها بقى ان هي ما تأثر فوريا بس، لكن ما تسيبش ابدا على جسم النبات رش يبقى له مفعول بعدين، فهي مفعولها محدود في الأوبئة في التطهير في حاجات زي كده. عشان كده عملوا رشاشات تانية يستخدموا فيها مذيبات مائية ومجهزة بحيث انها فعلا تغطي النبات خالص. يعني هنا يستخدم الرش يتغطى النبات كله. يغطى النبات كله بالمواد السامة والمبيدات الحشرية. زي ما قلنا النبات هيمتص من السطح. أنواع المبيدات أربع أنواع، جميع المركبات دي في النهاية بتنتهي إلى أربع أنواع فقط من السموم بيصنفوا منها كل المركبات التجارية. النوع الاولاني هي مجموعة الدي دي تي. مجموعة الدي دي تي لها سمية على الانسان، سمية ضعيفة على الانسان وسمية شديدة على الحشرة، وتأثيرها على الجهاز العصبي نفسه، على الخيط العصبي وعلى الخلية العصبية. في مجموعة الكربميت. مجموعة الكربميت دي تأثيرها على الخمائر العصبية بتاعة الحشرة، دي بتعطل توصيل النبض العصبي. والمجموعة اللي بعدها دي برضو نفس مجموعة الكربميت. المجموعة اللي بعدها اللي هي فوسفو داي سايوك أسيد، اسم علمي شديد قوي. ده برضه تأثيرها على الإنزيمات العصبية في جسم الحشرة، وبتعطل برضه نقل المادة العصبية جوه الأعصاب. آخر صنف هو البايريسرام، وده سميته قليلة للإنسان ومهلك للحشرة. ده بيجيبوه من زهرة من نوع معين من الزهور، وهو أقلها سمية على الإنسان، وما بيقولوا ممكن حتى يعني بكميات كبيرة ما يضرش. هنا هنعمل تجربة على حشرة ونحط الأقطاب الكهربائية على الأعصاب دي، خلية عصبية هنرشق فيها القطب القطب الأقطاب الكهربائية بتاع الجهاز، ونسجل إيه اللي هيحصل للحشرة بعد ما نستعمل السم. هنستعمل السم الأولاني اللي هو الدي دي تي، ده اللي شايفينه ده النبض الطبيعي الكهربائي في حشرة سليمة، نبض كهربائي في حشرة سليم. بعد كده بنشوف النبض بيحصل في ايه، نبضات كهربائية بتمشي عبر ايونات الصوديوم في العصب
وبتتنقل من على امتداد العصب عن طريق انزيمات معينة لغاية ما توصل للعضلات، وبالطريقة دي بيعيش ده كله في الطبيعي. بعد ما استخدمنا الدي دي تي شايفين هي بتعمل ايه، في رعشة كده خاص، شوفوا تسجيلات شكلها ايه. بعد استخدام الدي دي تي شوف التسجيلات، جرد حصل اضطراب في النبضات الكهربائية. ايه سر الاضطراب في النبضة العصبية هنا؟ هنشوف بالظبط ايه اللي حصل. اللي حصل ان جزيء الدي دي تي جه وخرم الغشاء زي ما احنا شايفين، وابتدى يعمل نبضة دخيلة، فحصل نوع من اللخبطة في النبضات العصبية. شوف الجزيء الاحمر ده اللي هو النقطة الحمراء دي، دي جزيء هنجرب سم تاني اللي هو الكربميت اللي بيأثر على الخمائر العصبية. شوفوا حصل لخبطة فظيعة، اشنع كل التسجيل الكهربائي، خلاص بقى فوضى. ايه اللي عملته بقى السم الجديد ده؟ السم الجديد قلنا انه بيأثر على الخمائر العصبية اللي بتنقل النبضة عبر العصب اللي هي في الحتة دي بالظبط، فبتيجي الكربونات بتتحد مع الانزيمات، فتبص تلاقي يحصل لخبطة كاملة، خلاص كل عصب يعمل نبضة لوحده، فما بيحصلش نقلة بقى، ما بيحصلش النقلة الصحية الطبيعية للنبضة العصبية، تبقى كله لخبطة بقى خلاص. نجرب سم تاني اللي هو سم البايريسرام، ده فظيع، ده بقى ده يخلص على الجهاز العصبي خالص. كل النبض الكهربائي يتحول الى لوحه من الفوضى الكامله ويتلف الجهاز العصبي كلية، اللي هو قلنا عليه البايريسرام. شوفوا جه جايه الجزيئات بتاعت بايريسرام اصابت الجهاز العصبي كله، الخليه والاكزون وكله كله راح، حصل تلف كامل في الخليه العصبيه. طبعا احنا قلنا الظاهرة الغريبة ان الحشرة بتتكيف بعد وقت وتربي مقاومة، فيبقى الجرع المميتة والقاتلة اللي احنا شفناها دي تاخدها الحشرة وتمزمز كده ولا يهمها حاجة. دي ظاهرة غريبة، عشان كده دايما يجربوا السموم. هنا بيجرب السموم على حشرة ويشوف مدى المقاومة للسم قد ايه. اختبار مقاومة الحشرات للسموم عشان على هذا الاساس يغير، بدل ما يستعمل الرش الفلاني يستعمل رش تاني، يعني يستعمل السم ده يغير السم. كل دي نوع من الحشرات اللي بتلدغ دي. الذبابة بالذات عندها قدرة غريبة او انها تربي مقاومة سريعة، وكذلك كل الحشرات اللي بتلدغ برضو زي البق والحاجات دي بتربي مقاومه غريبه وسريعه في اجسامها. هي المشكله ان احنا بنحاول نتغلب على القضيه دي بان احنا نكبر الجرعه، بدل ما ندي 10 ندي 20، والنتيجه بتبقى سيئه. ليه؟ لان بنبتدي نقتل الحشره الصديقه والحشره العدو، فنفقد اصدقائنا في عالم الحشرات، فتكون النتيجه ان يتضاعف اعداد الحشرات الايه؟ الضاره. فاحنا بنخش في مشاكل، وبالاضافه الى ان احنا بنتعرض للسميه اللي نفس السميه بتلف تلف وترجع تتعبنا احنا. زي ما قلنا دلوقتي مفيش طبق فاكهه، مفيش برتقاله ولا تفاحه الا فيها نسبه من السميه. مفيش فراوله ظريفه الا وبناكل معاها نفس البؤس اللي بنسقيه للحشرات. وده بسبب ازدياد الجرعة، كل ما تزيد مقاومة الحشرة نزود الجرعة، فبتلف تلف السموم وتبتدي تأذينا احنا كمان. مشكلة كبيرة.
مشكلة كبيرة، وبعدين لغاية دلوقتي مش باين لها حل، واحنا دخلنا في حلقة من التسمم المتواصل ومش قادرين نبطل رش، لأن لو بطلنا رش هنصبح الصبح نلاقي الحشرات واكلة كل المحاصيل. في الواقع الحشرات دخلت سباق حواجز مع الديناصورات زمان من 300 مليون سنة، وبعدين الديناصورات اتهزمت، جاء العصر الجليدي طمرها، ما عرفتش تستخبى، ما عرفتش تتصرف، بينما الحشرات لأن حجمها صغير خندقت في الشقوق واستخبت وباتت بيات أزلي لغاية ما الظروف الجو تعدلت وطلعت تزحف تزحف على العالم كله بالملايين. في الواقع الحشرات خصم فظيع فظيع، شيء مش عادي. احنا شفنا ان هي عمرها يمكن 400 مليون سنة، عمر الانسان كله 100 مليون سنة، وبنقول ان احنا قربنا، نهايتنا قربت. احنا اللي عمرنا مليون سنة بنقول نهايتنا قربت، ليه؟ لان الانسان غير البيئة تغيير اصبح في غير صالحه، لوث البيئة على جميع المستويات، تلوث غذائي بالمبيدات الحشرية، تلويث مائي للمخلفات الكيميائية، تلويث هوائي بالأبخار الكبريت والدخان اللي طالع من المصانع، تلويث فضائي بالأقمار الصناعية، تلويث إلكتروني بالعدد الكتيرة اللي عاملة كلها مجالات إلكترونية بتلخفن المجال الطبيعي، لأن الإنسان عدة، الإنسان عدة إلكترونية برضه. ده غير التلويث الضوضائي بالكلاكسات والزحام والصريخ والزعيق، وغير كمان التلوث الخلقي بالترخص في كل الممنوعات. البيئة تحولت إلى عدو، بعد ما كانت صديق بقى تحولت إلى عدو، فبقت بيئة خطيرة. الإنسان دلوقتي زي ما قلنا مع كل تفاحة مع كل برتقانة مع كل في طبق فراولة بياخد نسبة سم في جسمه، فالمسألة بقت مشكلة، بقت مسألة دقيقة. طب نعمل إيه؟ هل نبطل رش خالص؟ مش ممكن، لان هنصبح الصبح نلاقي الحشرات هتاكل كل ما حصلنا. نزود الجرع، طيب ما ممكن الحشره تفضل تزود المقاومه، وبعدين تيجي في وقت كل اسلحتنا ما لا تجدي، وينهزم الانسان في ايده سلاحه، على زي ما قلنا المساله دقيقه. طب ايه الحل؟ اولا حتى على فرض، يعني انا هنفرض ان الانسان يعني كان الخطه اللي عملها نجحت وهي اباده الحشرات، دي كانت هتبقى كارثه برضه كارثه لو اباد الحشرات. ليه؟ لان الحشرات زي ما شفنا لها دور بنائي مهم جدا في الاسمار، لان ظهور كثيره هي من نوع الظهور ذات التلقيح الحشري، ومن غير حشرات هتموت عقيمة من غير تلقيح، وبالتالي مش هيحصل إثمار، وبالتالي تبص لقينا فجأة مش هنلاقي البرتقالة ولا التفاحة ولا طبق الفول ولا البقول ولا الحاجات دي كلها. الحقيقة المعادلة دقيقة قوي، لأن احنا أولا لو خلصنا على الحشرات وهزمناها وأبدناها مشكلة، لأن يعني مش هنلاقي الأكل اللي بنحبه واللي تعودناه، وفي نفس الوقت لو هزمتنا الحشرات كارثه. يبقى اذا المساله ايه؟ يبقى المساله ان احنا محكوم علينا نعيش سوا، احنا والحشرات محكوم علينا ناكل احنا الاثنين من طبق واحد. وبعدين في نقطه، يعني احنا لنا بين الحشرات اصدقاء ولنا بين الحشرات اعداء، فحرام وغلط ان احنا نموت الكل. يبقى اذا كانوا لابد يبقى في معركه، لازم نبتكر لهذه المعركة سلاح يموت العدو وما يموتش الصديق. ايه ذنب النحل ان هو من اول رشة نقضي عليه هو كمان وهو صديق؟ وبعدين في حشرات صديقة بتاكل الحشرات المهلكة، ليه كمان نقضي عليها؟ ما ده كله بيعمل افساد للتوازن. وده فعلا اللي بيفكر فيه العلماء دلوقتي، انهم يعملوا انواع من السموم لها تأثير انتقائي، بحيث انها تموت الحشرات العدوة وما تأثرش على الحشرات الصديقة.
وفي الواقع لغايه دلوقتي مش ملاقوش ما قدروش يوصلهم الى هذه السموم الانتقائيه. ده مش بس مش قادرين يوصلوا للحكايه دي، ده مش قادرين يوصلوا لمواد تقتل الحشره وما تسمش البني ادم، ده البني ادم داخل في الحلقه السميه هو كمان. فاذا المشكله باقيه، وعشان كده انا بقول يعني لغايه ما العلماء يوصلوا احنا يعني انا افضل اني انش كده اقول هش 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 بدل ما اقعد ارش واقعد اكح واعطس ويجي لي ارتكاريا من السموم والحاجات دي، اقول هش نش احسن يا اخوانا، النش 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 اسلم لغايه ما العلماء يبتكروا الحل اللي هو مظبوط ويدوا الجرعه المظبوطه ونقتل العدو وما نقصرش في الصديق لغايه ما العلم يوصل الى نوع من السلاح البصير، يبقى ساعتها نتكلم في عملية المذبحة اللي عاوزين يعملوها. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.